شو الصبر منذ الدار ودمع النار في سهر شاق الصبر لا ننسى قضيناها سنين لا عشقناه لوجه الله تعالى الله مولانا هنا أهزوجة الأيام عراقي خافق الرايا ألا شكرا بحجم الأرض لشعب أبيض الغاية لازم يعيش العراق بخير وبراحة وأمان هي خيرات الله كلها انجمعت بهذا المكان كاف تخريب انكشفت الأوراق كاف تزييف انفضحوا السراق وجاءت ون عاجل دورة ضد الباطل الباعنا بالآجل من انتخبنا وبالحقوق نطالب حقنا يرجع واجب العاجبة وما عاجب يصير اللي ردنا نطالب بالأمان الصار أبسطها حلم عدنا ترد تعيش هاي الناس أهل خير وتفرهدنا عمرنا ما طلبنا هواي وغير اللي عدنا ما ردنا معاجزنا لا تسوون بس جيبوا موارد